ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا اللي خصص فقرة تأهيلية خاصة للاعبين وده خلال التدريبات استعدادا لمواجهة فلامبو البرواندي وتم تقسيم اللعيبة المجموعتين وده لأداء تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة تحت قيادة أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال في الزمالك. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر سبتمبر اللي فات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وتقدم منتخب مصر مركز واحد في تصنيف الفيفا ووصل للمركز 39 وبتحتل مصر المركز الرابع عربيا بعد المغرب وتونس والجزائر وفي المركز السادس على أفريقيا وده بعد السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر. منتخب مصر للكرة النسائية حقق الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 1-0 وسجلته مهيرة علي لاعبة منتخب مصر كان في الدقيقة 25 في اللقاء الودي اللي جمع المنتخبين امبارح على ملعب أكاديمية الشرطة في العباسية. وفاز كمان فريق كرة اليد في نادي الزمالك على فريق جي اس كي الكونغولي بنتيجة 33-17 في الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا للأندية واللي تستضيفه تونس وبكده بيتأهل الزمالك لنص نهائي البطولة علشان يواجه فريق النادي الأهلي النهاردة الساعة 6:30 بالليل. مصطفى النمر لاعب المصارعة حقق المركز الأول في منافسات بطولة العالم للرواد اللي بتتلعب في بلغاريا وده بعد الفوز على اللاعب الأمريكي في المباراة النهائية في البطولة. فريق ترابزون التركي خسر من موناكو الفرنسي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب لويس الثاني ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي. فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فاز على فريق أمونيا القبرصي بنتيجة 3-2 وده كان في المواجهة اللي أقيمت امبارح في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي وبكده بيحتل مانشستر يونايتد وصافة المجموعة برصيد 6 نقط وفريق أمونيا بيحتل المركز الرابع بدون أي رصيد من النقط. ويست هام يونايتد الإنجليزي فاز على هو كمان على فريق أندرليخت البلجيكي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدوري المؤتمر الأوروبي. مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع محمد.